عمر بن الخطاب أسلم بسبب آيات بداية سورة. اللي هي؟ أحد يعرف شيء؟ أسلم بسبب آيات من سورة. بداية في سورة بداية آياتها سمعها وأسلم، وهو كان رايح يبغى درى أخته ورجلها أسلموا وعلموه قالوا أختك وزوجها أسلموا وأنت جاي عندنا تعاتبنا، ابد بأهل بيتك. وراح عند أخته وجاء عند الباب وكان عندهم يعلمهم القرآن، هو خباب لا أدري والله من هو بالضبط، لكن كان يقرأ لهم آيات من القرآن، ويوم جاء عند الباب سمح دخل وضرب زوج أخته، قروا عليه الآيات وكانت هي السبب بعد الله في الإسلام. حتى بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اللهم اهدى العمرين. اي طيب اللهم اهدى العمرين احد اللي هو ابو جهل، عمر بن هشام اللي هو ابو جهل. ابو جهل اسمه عمر بن هشام، عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب. ابن الخطاب اللهم اعز الاسلام، لا يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن هشام اللي هو ابو جهل او عمر بن الخطاب، لان كانوا كانوا. المهم وش الايه؟ الصوره اللي سمعها عمر بن الخطاب وكانت سبب في اسلامه بعد الله. ليه؟ ما حد عنده معلومة؟ لا أنا ما أذكر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه الآيات هي اللي كانت عادة، جلس وقروها له قاعد يتمعن فيها، كانت سبب إسلامه. وخذ أول شيء راح قبلها، راح وخذ سيفه، معروف عنه أنه شجيع. راح خذ سيفه وراح لدار الأرقم، كانوا يجتمعون الصحابة، كانوا قلة عند الرسول. خذ قال أنا بروح وبذبح محمد ويذبحوني بنو هاشم ربعه القريب، يذبحوني فيه وانتهت السالفة، أنهي لكم المشكلة، لأن كان فيه عندهم إشكالية أنه بيفرقنا، أنه بيغير ديننا، أنه قال أنا بروح وبذبحه وهله ابن هاشم يكتظون مني يذبحوني وتنتهي. أيوة وقتها كان حمزة أسلم حمية، حمزة ما أسلم عشان أسلم، أسلم حمية يعني أبو جهل نهى الرسول جاء، كان معروف عنها صيد، هو كان فارس كان يسمونه فارس قريش، حمزة بن عبد المطلب، وكان يحب القنص يروح يصيد يرجع. يوم جاء علموه قالوا وما شفت ابو جهل وش سوى بولد اخوك، زعل حول على ابو جهل ولطمه قال اتسبه وانا على دينه، ما هو على دينه اساسا، اقرب له صحته قال صفعه قال اتسبه وانا على دينه ولد اخوه حميه يعني ما كيف ترى وهو مو على دينه، قالها على غضب وراح قال ابو جهل ما عليكم منه، والله ما قالها الا حميه، احتمى كلمته واسلم وراح محمد قال انا معك. جاء ابو جهل وخذ عمر وجاء وخذ سيفه عنده ودخل على محمد، خم حمزة قال جاي وش تبي يعني تبغى، خلاه كلم الرسول وأعلن إسلامه عند الرسول. سبحان الإسلام، فيه خصل الإسلام الدين أيه؟ فيه خصل تنطبق على الشجيع وتنطبق على الكريم، عشان كذا تشوف الشجعان يسلمون. حتى قريش أنفسهم قبل يسلمون قالوا يعني يوم أسلم حمزة أسلم عمر، الاثنين ذولا غيروا الموازين، خالد ترى أسلم بعدين، خالد في بدر أحد سبب انهزام المسلمين كان قائد قريش